السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صار لي أكثر من سنة وكسر وأنا أنتظر من ريمي رجعة قوية سوقنا رجعنا لأيام الخير مالتها، بس للأمانة ما كان أكو لا حس ولا خبر من عدها. أجهزة رهيبة من الشركة دا تطلع بس ما تجي للعراق من وقت وتتأخر هواية أو أصلا ما تجي. اليوم تغيرت السالفة وخذوها مني حكاية، ريمي راجعة وراجعة بقوة وقوة وحشية مثل ما كانت قبل إذا مو أقوى. وأول الغيث مو قطرة لا حبيبي، أول الغيث إعصار هو هذا الوحش الجميل ريلمي 11 برو بلس، والجهاز يستاهل صفقة ريلمي لهواية أسباب، بس بيها ما تنكم ملاحظة لازم نأشرها، فلازم تكمل الفيديو لأن التفاصيل أكيد راح تهمك عن هذا التليفون. مرحبا أنا حسن وأهلا بكم في فيديو اليوم. أول شيء نبدي نصفي به هو ساحة المعركة والمن نازل يواجه هذا التليفون. عنده هواية أعداء للأمانة، A54 من سامسونج من جهة، الريدمي نوت 12 برو بلس من جهة ثانية من شاومي، والتكنو 20 بريمير من الجهة الثالثة. كلها تقدر تشوف مراجعتها بالقناة. يعني حصار حقيقي بالحلبة، بس ريلمي مستعدة زين وحد أسلحتها كلها، وأهم أسلحتها اللي وفرتها للريلمي 11 برو بلس هي كاميرا حديدية، تصميم أسطوري وبطارية من الأفضل وشاحنة قصة واحدة. وراح أبلش أول شيء بالكاميرات اللي حيل راح تعجب المصور اللي بداخلك. المتحسس مجرب وحديدي من سامسونج، قوته 200 ميجا HP3، يدعم تثبيت بصري OIS وتركيز سريع رباعي. هذا للأمانة ما بي أي شيء جديد، شبعنا منه آخر سنتين بهواية أجهزة. بس عندك هواية تعديلات قوية خاصة بريلمي، أنا عندي أحلاها ثلاث فيكات أو حركات. أولها زوم سلس مستمر، هذا لأول مرة نشوفه بتليفون أندرويد بهي السعر. تقدر تصور وتحول بين الواحد اكس والاثنين اكس والاربع اكس بسلاسة أثناء مدى تصور بالفوتو أو الفيديو، وينطيك لقطات هي الأحلى بكل الفئة. إذا استخدمت موديل 200 ميجا تفعل هذا الخيار، هو الجهاز راح يأخذ لك أكثر من لقطة من صورة واحدة، وإنت اختار بعدين ياهل تبقيها أو اختارها كلها. النموذج قدامكم والطريقة كل سهلة وسلسة. الثانية هي السوبر تثبيت أو السوبر OIS مثل ما تسميها ريمي. تريد من مصوري الأكشن والرياضة والشارع أن يصير عندهم مود تصوير راح حيل تتونسوية، راح يصير عندك واحد من أفضل أنظمة التثبيت البصري بالفئة وحتى الأعلى منها. ثالث حركة هي مود تصوير القمر اللي لأول مرة يدخل بجهاز من ريلمي، وراح تقدر تفعله بالليل من الزوم لحد 10x باتجاه القمر. وهاي النماذج قدامكم، سامسونج كانت هذه الفيكة حصرية إلها هي وجوجل، ثنيناتهم يعتمدون على الذكاء الصناعي. ريلمي أيضا دا تستخدم هذه الطريقة بس دخلت لنا إياها بجهاز من هذه الفئة السعرية. البورترا أيضا اتطور، راح تشوف بورترا من الأفضل، راح تشوف بس الوجوه واضحة، باقي التفاصيل يصير عليها تشويش أو بلور خفيف. طبعا موديل بورترا صار تقدر تصور بيه بزوم 2x، هذا عند المصورين يعتبر النسبة الذهبية بالتصوير البورترا، والنتائج منه حل لطيفة. وهاي النماذج قدامكم. كخلاصة وحتى اختصر لك الموضوع، متحسس ال 200 ميجا الموجود بالريلمي 11 برو بلس هو واحد من افضل المتحسسات اللي ممكن تجربه بالفئة وبالاغلى منه. كاميرا السيلفي 32 ميجا ستاندر بالفئة، صور منها لطيفة وحلوة بس ما بيها شيء استثنائي، تعاملها ويا الإضاءة جيد بالليل وبالنهار، والفيديوهات منها فل اتش دي 30 فريم، وهذه نقطة ضعف هذه الكاميرا. بس نجي لثاني نقطة وهي أكثر ما حبيتها بالتليفون بصراحة، وهي تصميمه الخرافي. عندك ظهر من الجلد، هذا الشريط اللي بالنص والخياطات، والحلقة اللي بلون الجهاز بنص بيت الكاميرات، بصراحة غلط الجمال اللي موجود بالجهاز. تصميم ياخذ 10 على 10 بدون ما تفكر. وعندك ثلاث ألوان للجهاز، الذهبي المخيف هذا، وأكو أسود ما يعب رأيي إذا تريد رأيي، وأكو الأخضر الجميل هذا. الذهبي الذهبي والأخضر بعد أخوكم بدون تفكير، ماكو جهاز بجماله باسمه. التليفون خفيف ورفيع، 183 غرام وزنه، حيل مريح، حافاته بلاستيك بس ناعمة ومريحة وحيل متماسك بإيدك. نجي هسه لهذا الوحش وهي الشاحنة اللي تجي بالباكيت مال 11 برو بلس. هذه الشاحنة وحدها نصر لريلمي، لأن ولأول مرة بالعالم تجينا شاحنات غاليوم نايترايت بالباكيت مال أي جهاز، مو من ريلمي ولا شاومي ولا غيرها، أي جهاز بالعالم ما إجاك بباكيته شاحنة غاليوم نايترايت. فوقها قوتها 100 واط بنظام السوبر فوك، أكيد على عناد هواي ناس باكيتاتهم هسه فارغة على مود البيئة زين،
ليش أنا فرحان بشاحنة الجاليوم نايتريت واعتبرها نصر إلي وإلك والريلمي؟ شوف صديقي، هذه الشاحنات أولا أصغر من تقارنها بالشاحنات القوية الثانية، ثاني نقطة تعطيك شحن عالي بحرارة قليلة، هذا أحسن إلي وإلك وللبيئة. جماعة البيئة طب قولي على صفحة شوية حبيبي. هذه الشاحنة تنطيك 100% شحن للبطارية، هنا العملاقة اللي حجمها 5000 ملي أمبير أقل من 27 دقيقة، أو بخمس دقائق تعطيك 25-24%. لا تتخيلون شنو السرعة، ما أدري دا أقدر أوصلكم ياها لو لا. يعني أنت مستعجل دا تطلع أو الناس تشحن جهازك، خلي على الشحن قبل ما تخلص استكانة شاي بإيدك، راح تلقاه بـ 50% ومشي يومك. وخاف أنسى، حتى البطارية هنا من الأفضل وما تتأثر بالشحن. ريلمي خالت لك 38 نظام حماية تحمي لك البطارية وتضاعف عمرها، بحيث ما تنزل قوة البطارية أو صحتها مثل ما يسموها لل 80% إلا وراء 1600 دورة شحن، بدل 800 دورة شحن اللي أغلب الشركات من سامسونج وأبل تسويها. وهذا يعني أن عمر البطارية رح يبقى قوي وياك أكثر من 5 سنين كاملة. وإذا رحنا لكيد لهذه الشاشة فلونسة، هنا شعارنا يعني شاشة كلاس أي حرفيا، يعني شاشة نخبة أول، يعني شاشة أموليد، يعني تعطيك أحسن سوادات وتباين وألوان عميقة، شاشة بتردد عالي 120 هرتز، يعني عندك سلاسة وسرعة ونعومة، والشاشة تدعم تيمبت، يعني تعطيك أكثر من مليار تدرج لوني. وضاءتها جيدة 950 شمعة، صح مو الأعلى بس ممتازة، والاتش دي ار 10 موجود. الأهم أنه الشاشة تغطي لك 90% من واجهة الجهاز وتصميمها وشكلها حلو. بس الشاشة كيرفي زاويتها 61 درجة، وهذه تعتبر المثالية بعالم الشاشات المنحنية. وبالنسبة للاعبين أو جماعة الجيمينج، فهنا لكم شغلة تفيدكم. الأولى تردد عالي قلت لك إياها 120 هرتز، بس الأهم عندك تردد لمس ممتاز هو 360 هرتز، وعندك نظام توربو تشارج تاتش سامبلينج صعد استجابة اللمس مع الشاشة الأكثر من 1260 هرتز، يعني راح تسجل لمسات أصابعك وتكاتها على الشاشة بسرعة رهيبة، وراح يفرق حيل جماعة الألعاب السريعة مثل PUBG Call of Duty. وأكو شغلة بدت آخر سنتين كم شركة تهتم بيها، وهي صحة العين. وهنا أنا ريلمي خلت لك 2160 منطقة مضادة مع النبضات أو PWM، هذا يقلل التعب مال العين وإجهادها من الموبايل حتى ورا كم ساعة طويلة من تشتغل بالتليفون. وبالنسبة للي مقابل تليفونه يقرأ ويكتب ومعتبره بديل الكمبيوتر، برأيي هذه الحركة كلش راح تفيد عينه. ويا شاشة عندك مثل ما قلت لك نظام صوت استيريو من سماعتين لطيفة وعالية ومرتبة، والأحلى أنه تدعم نظام الدولبي أتموس، يعني جودة صوت راقية من صدق، بس ما عندك مدخل 3.5 ملي، وهذه التجربة قدامك. وهيجي ويا كل شيء قلناه على الجهاز، المفروض هذا الجهاز شقاقي مو لو مو بصراحة أنا راح أقول لك مو، لأن الجهاز نازل في فئة خطرة حيل، وهي المتوسطة الغالية بالسوق العراقي، وسعره يعني بالعراق هو 369 دولار، هذا قريب 530 ألف دينار. وأعرف إنه 11 برو بلس كجهاز يعتبر تليفون بطل، معدل بكاميرته وشحنه وتصميمه وحتى شاشته، ومتعوب عليه حيل، بس مو رخيص بمقاييس سوقنا. أكو نقطة مهمة ما سولفت بيها لحد الآن، وهي الأداء والمعالج، ولهذا دا أقول لك هو نازل في خطرة، لأن ريلمي اختارت معالج صح جديد من ميديا تك بس حيل متوسط متوسط، هو دايمنسيتي 7050، تقييم متوسط متوسط، حط جوا خطي أقول لك عليه معالج جبار ومتوحش وماكو تكة، تعذرني ماكو شبطة تلعب شناو. المعالج أرقامه طبيعية بالفئة، حصل 500,000 نقطة بأنتوتو يخلي قريب على السناب دراجون 778 جي والإكزونوس 1380. وأهم فيك بي برأيي هي اللي خلته ينجح، هي السوفت وير وبطاقة الرسوميات. بطاقة رسومياته هي المالي جي 68، هذه تنطيك أداء شبه فلاكشيب بالألعاب، ركز لي شبه فلاكشيب أو متوسط عالي، PUBG Call of Duty وأسفلت تلعب بضبط وسط وفريمات عالية بين 50-60 فريم بالثانية، يعني لعب سريع لطيف وناعم والصورة حلوة وما عندك أي لاج. والحرارة من المعالج معقولة لأن حديث 6 نانومتر وما يستهلك بطارية، وهذه من الزيانات. أعرف أن البطارية كبيرة 5000 ملي أمبير والشحن خارق 100 واط، بس ويا هيك معالج ويا شاشة وواجهة ريلمي
الريل ميو اي 4.0 بحركاتها المرتبة واللي تحافظ على البطارية، راح تشوف بطارية تمشيك يوم مرتاح كامل حتى لو يوم قوي. الستاند باي يصفن اصلا قريب الاسبوع والجهاز ما مات الشحن بي. طبعا ريلمي حتى تصدم الكل فخلت لك رام وذاكرة الا طحين حرفيا. اكو نسخة قليلة 828 هذه اصلا ما تجي للعراق. 11 برو بلس نازل بالعراق بنسخة واحدة هي 12512 جيجا وهي اللي سعرها $369، يعني عندك نص تيرا من الخزن السريع، ايش ما تسوي بيها سوي ما راح تترسها. والرام هم تقدر توصل للعشرين وحتى الاربع وعشرين جيجا اذا عندك هيك واهس ما الى داعي، لان 12 جيجا كلش كافية وزايد ويا واجهة ريلمي، بس اذا عجبك فتقدر تزيدها من الضبط. وقبل ما انسى فسيت حساسات الجهاز كامل، NFC موجود، بصمة ضوئية تحت الشاشة موجودة وسريعة حيل، حساس تقارب موجود، وبلوتوث 5.2 هم موجود. بس هسه راح ابلش بملاحظاتي على الجهاز. اولها اكيد لازم اشره هو المعالج. الدايمنسيتي 7050 زين او وسط بس مو خرافي ولا مبهر بالفئة، واغلب الاجهزة اللي بسعر الجهاز قريبة عليه. الثانية تصميم الجهاز رغم جماله وروعته بس ما بي اي مقاومة مي وغبار وباي معيار. الثالثة العدسة الواسعة والالترا وايد، صراحة كانت تقدر ريلمي تخليها هواية احسن من هيج. عدسة السيلفي بيها ملاحظة اكيد انه ما تصور غير فل اتش دي 30 فريم، ليش ما اعرف، لان يعني المتحسس يقدر حتى 4K 30 فريم. اخر ملاحظة بالشحن، وهنا لان ما عندك لا شحن لا سلكي ولا عكسي، وهذا بالنسبة لي اني بطر، بس الطمع حلو واحنا كمستخدمين نريد دائما من ريلمي اكثر. ريلمي صح انطتك 100 واط خرافية شاحنة من الافضل بالعالم، بس تتمنى شحن لاسلكي حتى لو 5 واط. الخلاصة اصدقائي، الريلمي 11 برو بلس جهاز استثنائي بتصميمه من الجلد، شحنه الخارق ال 100 واط وشاحنته من الجاليوم نايتريت اللي ما راح يجيك مثلها بباكيت، كاميرته الاساسية ال 200 ميجا بحركاتها وسوفت ويرها، الرام اللي يصعد لل 24 جيجا والذاكرة النص تيرا، ارقام نارية نزلت بها ريلمي للسوق العراقي، وانا عندي الريلمي 11 برو بلس صفقة كل الصعبة، خصوصا من تباوع المنافسين، نازل حتى يواجههم ويتفوق عليهم، يقدر لو لا. وتقييمك انت للجهاز واللي تحتاجه اكتب لي بالتعليقات حتى اعرف انتو شنو رأيكم. في امان الله.